بتاع طيران معقول؟ حرك القوات دي خليت تشتغل، العمل الخاص ده كله، وعندك كل القوات دي اتحركت بتشتغل بتنجز، انجز احنا يعني انجاز. طيب عندك الفاشر، وما ادراك ما الفاشر يا اخوان. الفاشر دي زي ما قلت لكم اعلام فقط، نازل مركزين على الاعلام، نشطين في موضوع الاعلام. تعرف بسبب الاعلام ده؟ بسبب الاعلام ده نازل جاسفوا، عملوا تسلل، مشوا صوروا الفيديو، الان عايم في الميديا او رايج في الميديا انه نازل في التجانيه وكده. وانا عندنا الفاشر دي بالذات لو قامت فيها طلقه، الفاشر دي بتصلني هنا، مصادرنا هناك في الساسة، مصادرنا في المشتركة دي والله العظيم عندنا فيها مصادر قيادات ميدانية. الناس دي سللوا صوروا وصيجوا، انت براك كشف الفيديو ذاته، شوف له شوف له شوف الناس دي، شوف شوف الخوف، الخوف بيطير من عيونهم يا اخي. ده ما بعيد يكون عملوه على نفسه، والله العظيم انا بقول لك عديلا هذا الخوف كده، ده كله عشان الاعلام، ده كله عشان يدردقوا بقيه الفلنجات. لكن اذا جيت الى واقع المعركه الناس ما عندهم حاجه، كذابين مجغومين اقسم بالله العظيم، جغم زي الجغم. دفاعات الاساسيه للمشتركه والدفاعات الاساسيه للساسه معروف تجاهها وين، تقرب بهذه بهناك ها عشان تشوف البل. النازل عزلوك، نازل الان انت الان بقيت في عزله، جنجة ناقل في الفاشر حول الفاشر ده بقيت في عزله، انت في مرمى النيران، في مرمى النيران. عشان كده دائما يعني المجغومين منكم بكونوا بالمئات، المدفعيه شغاله فيكم ملقطه فيكم كويس، الطيران ملقطين فيكم كويس، سلال الطيران في الساعات الاولى من الصباح جيجان فيكم كويس، تاني المساء جدبل لكم كويس، جدبل لكم كويس ها. وتيجي تقول لك يا اخي والله العظيم ان احنا وهنا، وانت جنجة تيجي تقول لي السوق يعني، انت المصانع بغادي بهناك والمقابر بتاعت الصفا يعني، هي دي بقت السوق ها، نشر لي الفيديو. ما انت عابر للحدود، انت عابر للحدود، معلش ما بتعرف البلد، لكن ما بتيجي تسوق لنا ها، تسوق الماء في حاره السقاين يا جنجة، ما عندك حاجه. سادسه مشتركه فوق سيطرة تامة، ما تسمع الدعايات والإشاعات المغرقة ومالية الميديا دي، ما عندهم أي حاجة. خلال اليوم ده، خلال اليوم ده دمروا لهم 13 عربة، وال13 عربة دي قال لك دمروها بتسلل الليلة بالذات، ما تسللوا ولا حاولوا يتسللوا ذات، ما تسللوا ولا حاولوا يتسللوا ذات الليلة بالذات، شفتها تسللوها من كان بيعملوها على الاتجاهات، ما في الليلة دي معدومة، ده شغل بتاع طيران، ده شغل بتاع طيران. وزي ما قلت لك الناس ما بيعرفوا الفاشل، اي زول بيعرف الفاشل لما نشوف الفيديو بتاع الجنجة ده بضحك، الناس سكان الفاشل والمناطق الفاشل بيضحك، اللي انت عارف هناك الدفاعات الاساسيه بتاعت المشتركة والجيش وين، وعلى الاقل امشي قاطع بغادي بهناك، قاطع بغادي بهناك. انا ما عندهم حاجه في الفاشل، ما تسمع الدعايه بتاعتهم والسواقه بتاعتهم، كذابين ساكت يا زول، اقضب من الجنجة انا ما لقيتهم. عشان كده اقول لك يا نازل والله الشغله دي الطلزه بيرضعوا الضاعه، الطلزه بيرضعوا الضاعه، والشريحة دخلوها فيكم ناس الفاشر دل، والله العظيم ما تمرق ليهم الدين يا نازل، علموا عليكم والله، علموا عليكم، ما خلوا لكم غايد ميداني، ما جقموا، خوفوا القيادات عديل. شوف السافنة اللي كان بيقول لك يا اخي والله العظيم انا على بعد امتار من سلاح المهندسين، جرى مشى خزانقوله في دقائق بس مرقوا من خزانقوله، تاني قضى لنا جري هسه، تاني ظهر بفيديو قال كسر حنك الفاشر بالمرة، قال لك داري خارجي على الشمالية يا زول. فاشل ما بتتحاول يا زول، اي قائد وكلوا او اوكلوا بمهام استلام موضوع الفاشل ده قام فوق مسؤوليه مباشره كده، بقول لك لا لا، اكثر زول كان نافش ريشه علي يعقوب، وفي النهايه علي يعقوب عبر قطع تذكرته انه رقبه والله العظيم، بس شقال جيبوا لي الفزع الفلاني، جيبوا لي الفزع العلاني، وقاعد بعيد. اكثر زول صدر الجنجه دي للجغم انه رقبه، ده اكتر زول. عشان كده الناس طبعا خالص، والتحيه للقوات المسلحه، التحيه للمشتركه، التحيه لخشن، التحيه لعرض عرض، التحيه لمواطنين الفاشل عموما، دخلتوا التاريخ من اوسع ابوابه اقسم بالله العظيم.
دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، صمود وثبات وإيمان بالقضية، وده المطلوب. لو كلنا كنا في كل المناطق دي كده، ما مرقنا صيقنا من المناطق، الناس ما كان مرقت صيق من مناطقها وثبتت وركزت زي المشتركة دي أو زي سكان الفاشر دي، أقسم بالله العظيم جنجة ده كان زمان أصبح نسيا منسيا، كان زمان أصبح هنا نسيا منسيا. فلذلك أولا الناس لا أو ما تلتفت للشائعات، بل إنه الليلة ده في تعزيزات جديدة دفعوها ناس المشتركة، تعزيزات نازل قال لك احنا جايين نكابس من تبقى من الجنجة حول الفاشر. موضوع منتهي، موضوع منتهي. يعني احنا حتى يا اخي الطرق اللي بتحاول تجيبها فزعك احنا بنكمل لك فيها. اها السيطرة دي كيف؟ تقعد تغشغش في الناس. انا احنا ما اعرف شنو على العموم، والله يعني احنا ما غلطانين، غلطانين الناس اللي بيمشوا بكابس وقاعدين في صفحات المطلسات هذيل وقاعدين يخففوا في راس مبارك، بتمشي تحبط نفسك بنفسك. حصلت اي حاجه هنا احنا بننزلها لك في صفحتنا دي. الناس اللي قاعده في اللايف دي تشير، الناس اللي قاعده في اللايف دي تشير، اي زول يشير شير لايك ملصقات. ولحد هنا الموقف العملياتي انتهى. تسلم كثير اخونا كمال السيد فاشل عصيه على الجنجة، الفاشل عصية على الجنجة. طيب اخواننا اي واحد ذكرني قال لي المفتش كونان ياخذ اكبر مطلصات على وجه الارض. الزول سبحان الله من بداية الاحداث ما حصل نزل تقرير سليم، كل تقاريره تقارير دعاية عسكرية للجنجة بمقابل، والله العظيم بمقابل دائما بيحاول يفشل لك الجيش، ودائما بحاول يخلق لك يعني من الميليشيا انه نازل اقوياء وانهم لا زالوا ولا بد من يهاجموا، ويقول لك يعني من المتوقع تجدد الاشتباكات، بمعنى انه الجنجة هيهاجموا. دائما بعظم لك الجنجة، دائما الاخطاء بتاعته في الجيش، دائما الاخطاء بتاعته في الجيش. والحكاية ده احنا قلنا لكم بداية الاحداث اخوانا نازل كان مدعين، كان مدعين شنو؟ مدعين الحياد، دي بدايتهم. نحن محايدين، ونحن في النهايه الشغله اللي من كتمت فيهم كويس، الناس اللي بيجوا يفرحوا بانتصارات الجنجه ويشيروا في صفحاتهم ويردموا في الجيش ويفبركوا في الجيش ويطلصوا على الجيش ويلفقوا في الاكاذيب، في النهايه نازل عادل قال لك يا اخي احنا جنجه عادل، عندهم نشطاء الان عادل بيكتبوا للجنجه، اعلام عادل كده للجنجة، اعلام مساند للجنجة، نازل بقوا كذا جنجة من الواضح. انت منتظر لي حقيقة يقول لك الحقيقة المرة، يا اخي الحقيقة المرة انك انت زول ما عندك مبدأ، زول ما عندك مبدأ، زول انت بديت وقلت يا اخي والله العظيم احنا سوار يسلقت الثورة، يسلقت الثورة ها، وعملت اقصاء للناس اللي قاموا بالثورة دي، اقصيتهم، جيتوا سرقتوا الثورة، اتسلقتوا، احتكرتوا السلطة، فاوضتوا وقعدتوا مع هسه البرهان الشيطان طول النازل كويس، فشلتوا ما عملت اي حاجة في النهاية، وداكم الشارع هسه في النهاية جيتوا. زمان كان والله بندافع عنكم، نقول يا اخي والله العظيم الناس دي سوار ما تظلمهم، هسه ما في حاجة ندافع بها عنكم، بس الان انتوا بقيتوا جنجة عديدة يعني كزان جنجة، يعني زمان الثورة انتوا فارقتوها، الثورة دي خلوها لناسها سوار الحقيقيين. الان في الخطوط الاماميه مع الجيش عارفين انه يا اخي البلد دي لو ما وقفوا مع الجيش وساندوا الجيش في الظروف دي بالذات ما حيلقوا وطن عشان يجيبوا فوقه حكم مدني ولا عشان يجيبوا فوقه حاجه ثانيه. الان اكبر مهدد للدوله السودانيه الجنجه، نخلص من الجنجه وبعدين نشوف الموضوع بتاع الحكومة المدنية، لكن لا انت مشيت صفيتوا مع عبر الحدود دي وبقيتوا معاهم في خندق واحد وقفزتوا من قطار الثورة، فما تيجي تتكلم لي عن ثورة نهائي، ما تيجي تتكلم لي عن ثورة، انت ما عندك علاقة بالثورة لا من قريب لا من بعيد، انت موضوعك استحمى كويس، انت موضوعك استحمى، انت خلاص قفزت من قطار الثورة، الثورة دي خليها
لينا نحن وخليها للشرفاء اللي قاعدين الان بيساندوا في القوات المسلحه دي، كلهم شرفاء. ده التمحيص حصل هنا. الناس المشكوكين فيهم القواصات الان اصطفوا مع الجنجه، مع كيزان الجنجه، واصبحوا كيزان الجنجه. الوطنيين الان بيدافعوا عن البلد بيساندوا في الجيش. الجيش اللي بيمثل البلد دي مؤسستنا، قلنا نهيكلها، نزل منها تشوهات. اكبر تشوه في المؤسسه العسكريه كان منه؟ كان الجنجه. انت نفسك نادت قلت نحلها. طيب نحلها بشنو؟ نحلها بالشعارات؟ طب نحلها بالشعارات، بنحلها بال 40 دليل، بنحلها بالثنائي، بالرباعي، بتتحل كده. هم دارين يسلموا، هم دارين يخطفوا البلد يا اخي. معقوله؟ لحد هنا اخواننا انا اقف، والى ان نلتقي غدا باذن الله. والناس ما تنساه.